أتواجد مع حضراتكم من هنا، أكبر مجمع لمصانع الرجال تضخ دماء جديدة في أوردة وشرايين القوات المسلحة المصرية. اسمحوا لي أن أرحب بمدير هذا الصرح الكبير، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف سالم زاهر. أهلا وسهلا بك سيادة الفريق. أهلا وسهلا. أهلا بك. في البداية بادئ ذي بدء، أود أن أبارك لكم بتدشين هذا الصرح الكبير وبتخريج أول دفعة من هذه الأكاديمية. أنا اللي بقدم ليك التهنئة وبهني نفسي وكل أبنائي ومن الطلبة وأيضا عائلتهم على يوم نجاحهم، دايما بإذن الله موفقين، وبهني بلدنا بإذن الله دايما في خير. لو نلقي نظرة سريعة على هذه الأكاديمية، الأكاديمية العسكرية المصرية. الحمد لله الحلم اللي كنا بنحلم بيه بيتحقق اليوم بافتتاح الأكاديمية العسكرية في عهدها الجديد بالعاصمة. يوم عظيم بنشوف فيه أحد المنشآت العسكرية في يوم الافتتاح على أحدث المواصفات العالمية. ده نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق من الله وبدعم دائم من القيادة السياسية ومن القيادة العامة، وصلنا الحمد لله بفضل الله لهذا اليوم. طبعا أنت تتابع ما يحدث من حولنا في العالم بشكل عام، العلم والتكنولوجيا التقنية بشكل عام أصبحت هي الركيزة الأساسية في الحروب. ما الذي تقدمونه للطلبة في داخل الأكاديمية العسكرية حتى يتخرجوا متمسكين بهذا الأمر؟ الهدف الأساسي داخل الأكاديمية هو انتقاء وإعداد ضباط المستقبل من خلال منظومة عمل متكاملة بتكون هدفها خلق جيل جديد من الضباط في ظل طبعا أو مواجبة الواقع اللي بين التحديات اللي موجودة دلوقتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد مر بها المنطقة. يقيننا ثابت بأن من طلب السلام فعليه امتلاك قوة تحافظ عليه. أكيد القوة دي أساسها مقاتل تكون في أكاديمية عظيمة. لو نرسل رسالة سريعة في كلمات بسيطة للخريجين اليوم. بهني أبنائي الخريجين وجميع الطلبة الدفعة 118 وما يعادلها من طلبة الأكاديمية بيوم نجاحهم، وبدعو الله ليهم بالتوفيق والسداد والنجاح ويوصلوا لأعلى المناصب بإذن الله القيادية. بأكد عليهم ضعوا نصب أعينكم، إنكم امتداد لجيل أخذ الحق بقوة، وفي النهاية بقول لهم إن شاء الله بالتوفيق في حياتهم المستقبلية. سيادة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا.